والمدينه الخدمه راه فيها فعاليات جمعويه، فعاليات رياضيه في جميع الرياضات. فالناس اللي عاد يقولوا علاش تكلم هذا ما تكلم هذا، فيعرفوا بان هذه سنه حميده اللي غادي تاخذوها كل سنه او كل 3 شهور او كل 6 شهور، وقت ما اتاحت الفرصه باش نكلموا الناس في الحياه ديالهم ماشي بعد الممات ديالهم. لان انا ضد هذاك اللي كيقول كان هدي الكاس للمرحوم فلان ولا كان هدي، لا، المرحوم ان شاء الله يرحمه كتهدى ليه الرحمات، كتهدى ليه الدعوات، ما كتهداش ليه الكوبات. الكوب انت اللي ديتيه، فرح به وخذ البريم. اما الناس اللي توفوا كتمشي لهم الرحمات والمغفره والدعوات والسنن الحميده. فالناس المكرمين كنشكروهم كاملين على الحضور ديالهم، وحنا بغينا نكرموهم لاش، لان كلهم عطاو في الميادين ديالهم، يستاهلوا كل خير، عطاو من الوقت ديالهم. عشت انا هذا الشيء وعرفت حب الاطفال، وعرفت كيفاش كتعطي للدراري على في سبيل هاد الناس. إلا ضحات راه ضحات على حساب العائلة ديالو. أنا كنعرف كثير منهم، كنعرف باسطوف كان معنا في الوداد، والحمد لله كان كالأب ديالنا، وكان الدار ديالو مفتوحة، مصطفى بيدرو من لا يعرفوه، الوليدات الصغار الكبار. مع الأسف كاين اللي مبقاش كيسول فيه، ولكن يكفي أنه تزوج متأخر وولد متأخر، ولكن الوليدات ديالهم كلهم تزوجوا، كلهم ولدوا، كلهم سهل عليهم الله. علاش؟ لأن تهلا في ولاد الناس يجيب الله اللي تهلا في ولادك. هذه هي الرسالة اللي خصنا نوصلوا. ملي كنبغيو الخير لولاد الناس، ولادنا ما كنعرفوهمش كيفاش كيكبروا، كيفاش كيترباو. علمت أن رزقي لن يأخذها غيري فاطمئن قلبي. نحبوا بعضياتنا، نبغيو الخير لبعضياتنا، وبعد الحب غادي نزيدوا بالسفينة. السفينة اللي رائدها هو محمد السادس، الله يشافي من هذا البربر، والله يزيد في المدد ديالو. فالحمد لله، الرسالة اللي كنبغيو نوصلو هي خوتنا، وأي واحد سدال شي واحد معروف إلا ويشكرو. ما شكر الله من لم يشكر الناس. الناس اللي قدموا لنا شي معروف نشكروهم في الحياة ديالهم، وهاد المعنويات وهاد التكريم عاد يزيد في الحياة ديالهم إن شاء الله. لابا المكي، مجيد، عبد السلام، ستوتو، الشرقاوي اللي عطى الكثير مع الوليدات المدينة القديمة، لعبت معانا كتشوفوه في كل تيران، مربي، فالكل عبيد اللاعب ديال الراك، المير تبارك الله عرفناه وحنا صغار، كحكام عرفناه كمدير ديال مركب محمد الخامس. فالحمد لله هاد الناس عطاو ويستاهلوا الكثير، ويتساهلوا التصفيقات ما عندكم. واهم حاجه هي الدعوات. فانا كنشكر الجميع على الحضور ديالهم، وما بغيت نذكر حتى اسم، لان الا ذكرت الاسماء الاسماء كثيره وما بغيت ننسى حتى. فشكرا لكم جزيلا على الحضور ديالكم، وهذه دفعه معنويه لينا باش نزيدوا في العمل ونزيدوا في كاع اللي كنقوموا به. والحمد لله بفضل الله وبفضل الملك محمد السادس وبفضل العائله ديال الحال، الا كتشوفوني انا في الصوره هنا، فخوتي والعائلة ديالي راه كلهم ورا هاد الهدف اللي هو هدف رياضي جمعوي. راه واخا كتشوفوني في الصورة، راه الإخوان كلهم متفقين وكيدعموا هاد المشروع الجمعوي الرياضي. يكفي أنك تشوفوا اليد اللي هنا باش احترف، فالحمد لله ما بغينا لا ريال لا جوج، ولكن الفرحة اللي كتحس بها ملي كتشوف التلفازة وكتلقى جوج لعابة لاعبين في هاد الفرقة، ثلاثة في هاد الفرقة، فالحمد لله من فضل الله. شكرا لكم جزيلا، الله يجازيكم بخير على الحضور. ما نساوش الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي كتأزرنا في جميع الأعمال اللي كنقوموا بها، ما نساوش المؤطرين ديالنا ديال الحال، لأن هادشي اللي كتشوفوه راه كيديروه المؤطرين. حنا ما عندناش مدربين، راه فيهم ساكن صحاب الكور فيه كينزلوا الكراسة، كيفلسوا الزرابي، فالشكر لهم كثيرا على العمل اللي يقوموا به، لا مع الأطفال ولا مع نادي الحال لكرة القدم. وأنا كنقول لهم ديما رغم أن كنخلصهم في الوقت ودير لهم لاسينيسيس في الوقت، وكنقول لهم الله يسمح لنا منكم، لأن يستاهلوا أكثر ويستاهلوا أكثر. إذا زاد ربي زاد عمر، فإحنا معاهم في الصراء وفي الضراء ومع الناس ديال المدينة القديمة. الله يجازيكم بخير ومرحبا بكم. ما ننساش
ما ننساش بان ذكرنا الاحياء خصنا غادي نوقفوا نقراو الفاتحه على الارواح، لا الوالد ديالي ولا الوالده ديالي ولا الوالدين ديالكم، وكذلك على الناس اللي فقدناهم في كوفيد، خاصه عندكم بعض الاسماء: شاكير بن زلون، سعيد بوحاجب، مصطفى زراق، محمد عزاء، الملقب ديدي، الحاج حجي توفيق، الشياضمي، شاكيب ملوك، عبد الرزاق ديدي ولد التازي، الاستاذ عبد المغيث جبران، الاستاذ فتحي، وعبد العزيز حاضر. فكنترحموا عليهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا الحاج عبد الواحد السلمي رحال. ما تحدث عنه السي رحال يفتح النقاش واسعا حول كيفية الحفاظ وتربية هذا الجيل في ظل سيادة مواقع التواصل الاجتماعي وسيادة مظاهر التفاهة التي جردت الإنسان من حميميته وجردتنا من أحلامنا وحولت العالم واختزلته في التفاهة والبيزنس وأمور أخرى.